اتفاقيات خفض الإنتاج لن تقرر في هذا الاجتماع. إذا كانت هناك توصيات في مثل هذا الخصوص يجب أن نقتنع فيها نحن كمسؤولين عن طريق البيانات، وكذلك نقنع فيها باقي الدول الذين لم يحضروا إلى الاجتماع. الاجتماع تحضره عدة دول هي تمثل أوبك وونن أوبك، وليس لها الخيار في اتخاذ قرارات. ولكن نحن من ناحية المبدأ نؤكد أننا ملتزمين بما يتم الاتفاق عليه على مستوى دول أوبك وخارج أوبك في أي قرارات كانت. إذا اتفق الجميع على شيء معين وهذا الشيء سوف يعزز من استقرار السوق، فدولة الإمارات لم تتردد في السابق في دعم المنظمة، وإن شاء الله في المستقبل لن نتردد في دعم أي توصيات من شأنها أن تحافظ على استقرار الأسواق.